الاب والابن الروح القدس اله واحد امين. السجده او صلاه السجده هي تذكار لحلول الروح القدس على التلاميذ، وقد اطلق عليه صلاه السجده لان الكنيسه هي بتصلي الصلوات دي، تكون الكل منحني الراس ومنحني الركب. بعد صعود السيد المسيح الى السماوات جسديا الى السماء، بيقول دخل الى قدس الاقداس فوجد لنا فداء ابديا، ثم ارسل لنا الروح القدس. يبقى المسيح في تجسده كان معنا على الارض، وفي صعوده وحلوله وحلول الروح القدس اصبح معنا السيد المسيح بالروح القدس. وهذا ما كان يعنيه القديس بولس الرسول في رسالته الاولى الى اهل كورنثوس، يقول الرب الروح من السماء، الرب الروح من السماء. علشان كده بولس الرسول تعامل مع السيد المسيح بالعيان وبالسمع وايضا بالرؤى. احنا تعاملنا بعد صعود السيد المسيح اصبح بالايمان لا بالعيان. والرسل لما كانوا يصلون في علية صهيون بيقول حل عليهم الروح القدس. عشان كده احنا لما نصلي بنسجد للروح القدس لكي يملأنا، بيقول امتلئوا بالروح عشان يكون لنا ثمر الروح فينا اللي هو محبة فرح سلام طول أنا وداعة تعفف إيمان صلاح. في البداية كانت الصلاة السجدة بنصليها الناس واقفة، وحدث أن أحد البطاركة السريان وهو يصلي هذه الصلاة هبت ريح شديدة لدرجة أن الناس اللي كانوا صلوا بدأوا ينحنوا ويقول له يا رب ارحمنا ارحمنا يا رب. فبصلواتهم بيقول هدأت الرياح وقاموا كالعادة يصلوا تاني، فحدث هبت الرياح مرة ثانية فبرضو انحنوا وقول يا رب ارحمنا وطلب الرحمة، ثم هدأت الرياح وقاموا يصلي لمرة ثالثة اللي حدث برضو هبت الرياح. ومن هنا فهم الأب البطرك أن إرادة الله تريد أن نصلي هذه الصلاة وإحنا سجود. ومن ذلك الحين هذه الصلاة في كل سنة بتتصلى ونحن ساجدين. الرياح والعواصف في الكتاب المقدس بنشوفها أو نراها أمور واضحة. أينما حل الله في أي مكان كان يصحب ذلك رياح وعواصف وبروق ودخان، بيقول وكان حتى الجبل يضطرب. ربنا لما أعطى موسى الشريعة بيقول حدث ظهور نار ودخان ورياح شديدة، دي في كل مكان يظهر فيه الرب، بيقول اضطرب الجبل. هذه الظواهر الطبيعية بتبرهن على حضور الله وأنه هو مسير الكون. صلاة السجدة زي ما شفتوها حضراتكم هي ثلاث صلوات. الصلاة الأولى تصلى باللحن الفريحي مكان اللقان أو مكان البصخة. الصلاة الثانية باللحن السنوي برضه وتصلى في مكان اللقان زي ما شفتوها حضراتكم. الصلاة الثالثة طبعا نطلع هنا جنب الهيكل ويفتح ستر الهيكل
ونصلي رفع بخور عشية عادي وهي صلاة، وأيضا الشعب يكون ساجد. لماذا نصلي الصلاة الأولى والثانية برة أو خارج المحلة والثالثة هنا؟ هنا الكنيسة بتحسسنا إننا لما كنا في المحلة بعيد كنا غرباء، وبعد كده صرنا مقربين إلى قدس الأقداس. ومن هنا عشان كده من يخرج إلى المحلة أيدخل قدس الأقداس عن طريق الصليب. وهنا نجد علاقة قوية بين الصليب وبين حلول الروح القدس. لولا الصليب لم تكن هناك قيامة ولم تكن هناك صعود، ولولا الصعود لم يكن هناك حلول الروح القدس. ترتيب صلاة السجدة زي ما شفتوها حضراتكم، هتبدأ في كل مرة صلاة الشكر وسر البخور في السجدة الأولى، سر بخور باكر، السجدة الثانية سر بخور لبراكسيس ودي خاصة بالسادة الرسل، والتالتة سر بخور عشية. طيب سر بخور بولس الرسول ليه ما تقالش وليه أبونا ما صلاش؟ لأن بولس الرسول حتى ذلك الوقت ما كانش ظهر، لأن ظهر فيما بعد، وبعد كده بتقرأ النبوات ثم أجيوس وأوشية الإنجيل والمزمور وهكذا. من الملاحظ أن الناس في هذه الصلاة بتحول يوم السجدة ده، يوم السجدة ده يوم فرح، يوم حلول الروح القدس، بتحولها إلى صلاة تجنيس. صحيح إذا كانت الطلبة الأخيرة في السجدة الثالثة كلها من أجل الراقدين، لكن دي ذكرى أيضا بنذكرهم في كل حين. من المعروف أن يوم حلول الروح القدس اللي هو زي النهاردة ده بيوافق يوم الحصاد أو يوم الإبل، وكان في هذا اليوم عند اليهود وأصبح عندنا أيضا بتقدم فيه ذبائح طول النهار، يوم حصاد الناس فرحانة. وحلول الروح القدس في اليوم ده احنا بنقدم ذبيحة في الصبح القداس، ذبيحة بتاعت جسد الرب ودمه، وديكم شفتوا في العشية اللي هي ذبيحة البخور. فاليوم كله فرح وذبائح، ويعني كأن الكنيسة في هذا اليوم صارت السماء. والناس أحست لما الكنيسة صارت سماء لابد أن نذكر الذين سبقونا ورقدوا، نذكرهم بالبخور، ولكن نذكرهم بالبخور يعني كل اللي انت قدمتوه، الورق اللي كتبته فيه الترحيم الآباء صلوا من أجله ووضعوا البخور جوه، يعني ما نفس الطقس موجود، الطقس نفس موجود، بس كان الأول طبق يمر على كل الناس وكل واحد ياخذ شويه بخور، لان الناس حولت هذا اليوم الى نوع من الترحيم ويوم جنازه، فاصبح ولذا بنلاحظ ناس سيدات كثيره جايه لابسه اسود. ليه؟ عشان تذكر كل واحد بيذكر موتاه. هذا الفكر هو فكر الاخوه الكاثوليك، عشان كده طغى على الكنيسة الأرثوذكسية. أخواتنا الكاثوليك بيعتبروا اليوم ده الأرواح طبعا في الأعياد السيدية وأيام الخماسين بتفرج عن الأرواح اللي موجودة سواء كانت في الفردوس أو في الجحيم وتحوم حوالينا. يجي في الوقت ده ترجع تاني تنسحب كل الارواح الى مكانها، وعشان كده اخواتنا الكاثوليك بيسموها صلاة السجنة وليس السجنة، صلاة السجنة. وكان عشان كده من قبل طبعا مدة طبعا اوشية الراقدين ما كنا ولا الترحيم ما كناش نصليها في الاعياد السيدية ولا الخمسة، لكن طبعا صحح هذا الوضع وبنصلي وشية الراقدين والترحيم في كل وقت من أوقات السنة.
طبعا هذا اليوم مش يوم جنازة، ده يوم فرح، يوم سيدي كبير، نفرح لأن في ثمر الروح وعمل السيد المسيح فينا. طبعا نحول كل هذا اليوم إلى فرح. كل سنة وأنتم طيبين. بكرة طبعا يبدأ صوم الرسل. ما أعظم قراءة سفر أعمال الرسل في هذا، طبعا في الأيام دي، من إصحاح 1-7 يتكلم عن عمل الرسل في أورشليم، ومن 8-12 يتكلم عن عمل الرسل في اليهودية والسامرة، وباقي السفر إلى أقاصي العالم. السفر الروح القدس لم ينتهي حتى الآن، يعني ترى 28 إصحاح هتلقى لسه عاوز تقرا تاني هتلقى انتهى، لا هو ما انتهيش، لان عمل الروح القدس في الكنيسة كل يوم ناس كتير هتيجي، ده عمل الروح القدس. كناس كتير من اقاصي الارض، الناس اللي كانوا يعادونا اصبحوا طبعا بفعل الروح القدس هيأتوا كل يوم. وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يعود عليكم والايام بخير، وانتم في الصحة وعافية روحية وجسدية، وإلى أن المجد دائما أبديا.